بحبك ما بحبك. بدك تليفونك ولا لا؟ مضطر يا ريمي، والله مضطر يا ريمي. اضحكي اضحكي. تلفوني. تفضل روحي لهناك. أنا بطلب من يسوع أنه يغفر لي الخطايا. بطلب من يسوع أنه يضل معنا. بطلب من يسوع أنه يحمينا. بطلب من يسوع أنه يخفف الحرب. بطلب من يسوع أنه يحبنا. أنا بتمنى يعم السلام على أرض فلسطين. Thank you.
بطلب من يسوع إنه يحمينا طول الوقت. أنا بطلب من يسوع إنه تخلص الحرب وأعيش في سلام. أنا بطلب من يسوع السلام. بتمنى يعم السلام في فلسطين والولاد ما ينقتلوه ويعيشوا بسلام. بطلب من يسوع انه تعم المحبة في العالم وما حدا يقتل الثاني ويصير في محبة في العالم. انا بطلب من يسوع انه يعطيني دائما السعادة والفرح ويساعد الناس الفقراء. بتمنى انه يكون في سلام ببلادنا ونعيش مبسوطين. بتمنى انه يكون الولاد مبسوطين بالاعياد وانه ما يزعلوش. بتمنى من يسوع انه يخليني احب الناس، وكمان بتمنى منه انه ينجحني. Yeah.
مقدس بيت لحم تحكيكم شكرا. مع هدايا مع ثوابين وكريمات واتمنى نسيح الولد. الولد في مغارة متواضعة وصغيرة ونحن دورنا زي ما وصلنا المسيح شو نعمل أهم شيء؟ نحس بالفقير صح ولا لا يا أولادي؟ لازم نحس بالفقير ونحس بالمحتاج صح ولا لا؟ أنا يوم بقصد إنه لازم نزين الدار ما تقدرش لازم تدفع مصاري هالكدة على الشجرة لا شيء بسيط وحلو صح ولا لا؟ كيف حددي على تطبخ انت العريس؟ بالله عليكي كيف حددي؟ بالله عليكي كيف حددي؟ 200 شيكل تحديدا؟ يعني كثير يعني 200 شيكل مقبولة. أنا وين؟ أنا وين؟ أنا بدي أروح حكيت أصبر مع أخوي شفيق وبعدين بدي أخذ نزول أكمل عيلة محتاجة وفقيرة وبعدين إن شاء الله إن شاء الله إن ست تقرر تحفل بجهزها. يلا السلام عليكم. سيدتك تتركني لحالي؟ بطلب من يسوع أن تكون كل حياتي حلوة تحقق لنا كل أمنياتنا. أنا بطلب من يسوع أنه ننجح بالمدرسة وأي واحد مريض يساعده ويشفي. أنا بطلب من يسوع أنه يشفي الناس ويساعد الفقراء ويساعد الناس كلهم. أنا بطلب من يسوع أنه يسامحني. أنا بطلب من يسوع أنه يشفي أهلي. أنا بطلب من يسوع أنه يساعد الفقراء وينجحنا في وقت الامتحانات. أنا بطلب إنك دائما أضل مع يسوع. أنا بتمنى من يسوع إنه أضلني أحبه وأضلني معه. أنا بتمنى من يسوع أكون مهندس. بتمنى من يسوع أنجح بالمدرسة.
أنا بتمنى من يسوع موت جيش تحتي له. إن شاء الله بالعاد عليكم بالخير والبركة يا رب. أنا مبسوط كثير إنه أنتم موجودين حتى تشوفوا هذا العرض، وأنا بشكركم على كل مجهوداتكم اللي عملتوها. ونتذكر ميلاد المسيح لما حكى أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، وهذا هو رسالة المسيح لإلنا، يعطينا حياة أفضل وإحنا منفتحين حتى الله من خلال المسيح ومن خلال إيماننا فيه يعطينا هذه الحياة الأفضل. كل سنة وانتم سالمين.